انت حاسه انها بنتك؟ بص لك اهو، لا خالص، لا خالص. طب انت قلت لي ان هما توأم، مظبوط؟ اه مفيش شكل خالص. طيب السؤال بعد اذنك يا احمد النبي، صور لي الاخ، اعمل سكرين لو سمحت، اعمل سبليت، اعمل سبليت على الاثنين. انت شايف انك تشبه لها؟ لا مظبوط. عموما الموضوع مطلوب ليكم. لا مش حاسسها اختي اصلا. طب صح اه مش صح كده اه اصل الدم بتقابل. خلاص احنا بنسمع. انا مقدر ان كنت بتدور على بنتكم على فكره، ربنا يعطلكم فيها. بصي حاجه، انا مقدر جدا شعورك ومقدر جدا شعورها، بس احيانا بتبقى الامور اللي احنا بنفكر فيها بيبقى بيحكمها شويه المنطق والعقل. ايوه فالحقيقه انا كنت، انا شخصيا كراجل بيقدم برنامج وياما رجعنا ابناء لابائهم كتير في البرنامج على مر 20 سنه، البرنامج نجح الحقيقه بنعمل ده. لكن الحقيقه انا كنت اتمنى ان يكون في حاجات مشتركه تفيد هذا الكلام، ان مثلا يكون السن متقارب، شهر شهرين فرق، ان اللبس اللي الحاجه بتقوله يبقى اللبس اللبس، لان هي الحقيقه الست الفاضله دي بتدور هي كمان، عشان هي بقى كل بتنزل بتدور بنفسها وراحت اماكن كتيره تدور على اهلها، فهي يهمها تعرف اهلها مين. يعني مش هي مش عايزه تعرف، هي قالت في الحلقه المره اللي فاتت انا نفسي اعرف مين اهلي، وهي الحاجه ما عندهاش مشكله، لان هي بتدور هي كمان من نفسها تطفي نارها انها تعرف مين امها ومين ابوها. وبما انكم بتحكوا ان في بنت اتخطفت منكم من 36 او من 37 سنه، فانتم يا ناس من حقكم تدوروا، هي من حقها انها تدور. لكن بيكون في حاجات مشتركه بتدينا انطباعات على ان ايه. يعني انا فاكر مره واحده قالت ابني ونفس اليوم ونفس الشهر ونفس السنه عمل دي ان اي وطلعت معايا في البرنامج ده من سنه، ما طلعش ابنها. وبعدين اظن انتوا فاكرين الفقره، الناس كلها فاكره. فهي العمليه كلها ايه، ده حقها، هي حابه تعمل حره، ما حبتش لانها شايفه ان تاريخ الميلاد مختلف، وان السمات اللي هي بتتكلم عليها سواء الحسنه اللي في كتفها او الوحمه اللي في رجلها، يمكن الام ما قالتش ان في وحمه في رجلين الطفله، والام بتبقى حافظه الطفل كويس قوي، اختلاف الملابس، كل دي حاجات ممكن تقول ان ممكن ما تكونش هي بنتكم.